هنا منى جائعة، إنها تحب أكل العشب الطازج. أسكب بعض الحبوب من الكيس على المشتل لجعل العشب ينمو. أنت تبلي بلاءً رائعاً. يا للروعة! هذا كل شيء. الأغنام تحب أن تبدو أنيقة، لنساعدها على ذلك قم بسحب وإسقاط التزيينات التي تحبها الأغنام. ميلو لقد كانت تتجول وأصبحت متسخة، لنقم بتحميمها. اغسلها بالصابون. أحسنت، لنقم الآن بإزالة الصابون بالماء. نظيفة وجافة، لنقم بقص شعرها. قم بتمرير آلة حلاقة الشعر فوقها. الأغنام تحب قص الشعر. أحسنت، قم الآن بتدوير العجلة لصناعة الخيوط. هذا كله.